جزاكم الله خيرا. رسالة السائلة أمة الله ميم 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 تقول: كيف تكون المرأة ملتزمة التزاما يوافق الشرع؟ فكيف تكون على أحسن حال في هذا مأجورين؟ ملتزمة إذا حافظت على طاعة الله وتجنبت محارم الله، حافظت على الفرائض وأركان الإسلام، وحافظت على الحشمة والوقار، وابتعدت عن السفور وعن الاختلاط بالرجال وعن أسباب الفتنة، و صانت فرجها وأطاعت زوجها وأدت ما فرض الله عليها، إنها بذلك تكون امرأة صالحة سعيدة في الدنيا والآخرة. كما في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. نعم.